الإنسان المؤمن إذا ارتكب ذنبا يندم، لأن المؤمن يعرف معنى الذنب. اللذة انتهت، فورة الغضب انتهت، يندم بطبيعته. إذا ندمت فورا من دون فاصل، فورا قم وأت بعمل صالح، هذا العمل الصالح جبر، جبران لذلك الذنب، لتلك الكسرة. خصوصا إذا كان هذا العمل الصالح عمل صالح لا تأتي به عادة، شخص ليس من أهل الصلوات المستحبة كثيرا، لا يصلي الصلوات المستحبة، إذا ارتكب ذنبا والعياذ بالله، عندما يندم ليقوم يصلي ركعتين لله عز وجل، يعمل عملا صالحا، هذا يضعف قوة الشيطان. الشيطان تسلط عليه، يرى أن هذا الشخص فلت، شخص مثلا ليس من أهل مساعدة الناس، خدمة الناس، قضاء حوائج الناس، إذا ارتكب ذنبا ليقوم يقضي حاجة مؤمن، يتوسط لمؤمن. بينك وبين شخص من أقاربك مشاكل، ارتكبت ذنبا بعيدا عنكم، قم اتصل بهذا القريب، اسأل حاله، اعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن حتى آثار السيئات أحيانا تذهب. سلطة الشيطان تضعف. ما تمكنت من عمل صالح، ما وجدت شيئا الآن تعمل بهذا الشيء من الصالحات جبرانا لخسارة الذنب، امنع نفسك من شهوة محللة. الآن كنت تريد أن تأكل طعاما لذيذا، أصيانا للشيطان، عقابا للشيطان، لأن الشيطان أوقعك في الذنب، عقابا للشيطان هذا الطعام الذي لا تأكله. كنت تريد أن ترفه عن نفسك بطريقة معينة، اترك هذا الطريق، مخالفة للشيطان، عقابا للشيطان، شيطان عدو، أسقطك في شيء أنت أيضا جازح. الشيء الذي هو يريد منك حتى الشيء المحلل لا تفعله، خالف نفسك، هذا يغضب الشيطان. الشيطان ضربك ضربة، أنت أيضا يضربه ضربة، لا تقبل أن تكون ضربة الشيطان بدون جواب، وإلا يتعلم، يتقوى عليك. هذا أيضا ما تمكنت أن تصنع به، الشهوات مسلطة عليك، إذا اشتهيت شيئا تريد أن تفعل ذلك الشيء لا بأس، على أقل التقادير انوي العمل الصالح عقابا للشيطان، انوي يعني بهذه النية، قل إن شاء الله في اليوم التالي سأفعل عملا صالحا، على الأقل انوي بهذه الدرجة أنت خالفت الشيطان، لأن نية المؤمن خير من عمله، النية لها قيمة. إجمالا لا تجعل شيء من الشيطان لإغوائك، لسيطرته عليك بدون جواب.